التواجد اليوم في الجناح الأيسر للفريق الدفاع. هنا كرة منقولة طويلة، ما زالت الكرة، الكرة هذه خطيرة عند هزاع على الجهة اليسار، انطلاقة لهزاع يحاول مرور، يلعبها حلوة، الله ما زالت قوية، سوزا الاتفاق يسجل الهدف الأول، البرازيلي سوزا يسجل أول أهداف في اللقاء في مرمى لوكوف، في مرمى لوكوف. الله عليك يا موسى، الكرة اللقطة ممتازة جدا كانت في اللقطة الماضية، الخطأ الواضح، الخطأ من البرازيلي، لكن هزاع اللي ما تعود على مكانه، لكن في أي مكان يكون موجود يجد الإيجابية من هزاع، والهدف الأول يأتي بقدم أفضل صناع اللعب في هذا الموسم، سوزا يسجل الهدف الأول في مرمى فريق الطائي. استغلال الخطأ، استغلال للارتباك الدفاعي في دفاعات فريق الطائي. فارس الشمال على الاستلام من أمير السعيود، يمشي كرتا عند سيفاس الخلف، نقلة ممتازة من الخلف سيفاس، موسونا، عدت كرة موسونا، انقاذ رهيب، لكن ما زالت الكرة عند أمير، أمير سعيود يلعب الكرة، أمير عبد العزيز الحرامي يصوبها، جول جول، عوض الحرامي، عبد العزيز الحرامي عوضها، يسجل الهدف الأول وسط اعتراف كبير جدا من جميل الفريق الطائي، وقوف لاعبي الطائي، توقعوا أن أمير سعيود سيخرج الكرة، لكن أمير فضل صناعة الهدف الأول لفريق الطائي، فضل صناعة الهدف الأول للطائي، وغضب كبير من لكن اللعبة سليمة، حكم المباراة يطلب من الجهاز الفني لفريق الاتفاق العودة. المهم عند فريق الطائي أن سجل الهدف الأول وأحرز التعادل قبل نهاية الشوط الأول. يعني أمير سعيود وقفته، يعني أعتقد أن كل الاتفاقيين ظنوا أن أمير سعيود سيخرج الكرة إلى خارج الملعب. حكم المباراة سلطان الحربي. غضب كبير هنا اللقطة، شوف وقفة أمير سعيود، ظنوا إنه راح يطلعها، لكن عبد العزيز الحرابي استغل الكرة وسجل الهدف الأول، هدف سليم، هدف ما في شيء في قانون كرة القدم، ما في شيء. سلطان الحربي يطرد فايز السبيعي في وسط غضب كبير لفايز السبيعي، لكن حكم المباراة يطرده. فايز صاحب الخبرة الكبيرة، حارس الدور السابق سلو، هزاع يلعبها، أسامة الخلف ممتازة إلى موسونا، دينير أخذ ثقة كبيرة الطائي بعد الهدف الأول، إلى إبراهيم الإسبيدي يلعب طويل، البحث عن سيفاس، يا 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 فارس الشمال بعد الغيبة صالو جال، بعد الغيبة صالو جال، فارس الشمال بهدف رائع جدا من سيفاس، أخذ ثقة كبيرة الطائي، أخذ ثقة كبيرة جدا الطائي بالهدف الثاني. الله عليك يا سيفاس، الله يا سيفاس، حلوة من إبراهيم الزبيدي، تابع لتو، يا سلام يا سيفاس، فوق الجميع سيفاس، فوق الجميع، الله عليك، والهدف الثاني يسجل سيفاس، الهدف الثاني من السوي، الله 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 يا سيفاس، لعبة جميلة جدا من إبراهيم الزبيدي، والصناعة أكثر رائعة بخبرته بأداء، حب كبير سيكون لك يا سيفاس من جماهير الطائي. مرمى الطائي قريب من مرمى لوكوف، ينتظر البرازيلي، البرازيليين معروفين في تنفيذ الكرات الثابتة، لكن سوزا الحين، سوزا ولا سعيد، سوزا يصوبها قوية، يا يا الله الله الله، انه اخذ
الوحدة فارس الدهناء يعدل النتيجة بعد هدف رائع جدا جميل جدا. هذا الهدف من البرازيلي سوزا. البرازيليين يتقنون مثل هذه الكرة. يا عيني عليك يا سوزا، يا عيني عليك يا برازيلي. البرازيليين يتقنون مثل هذه الكرات، وسوزا واحد من أهم البرازيليين في الدوري من يتقن هذه الكرات. يسجل هدف التعادل وصمت كبير في المدرجات بعد ذهول من الهدف الرائع الذي أتى من سوزا البرازيلي. هدف التعادل، ضربة زاوية عند أمير سعيود، في الانتظار يلعب الكرة العرضية أمير على القائم الأول. تعود الكرة من جديد إلى الجزائري، يبحث عن أسامة الخلف في الخلف يلعبها أسامة. يا الشمال يسجل الهدف الثالث البرازيلي الأولى ما ركبت يا أمير، لكن الثانية من أسامة الخلاف. الله علي يا ولد يا ولد يا ولد يا أسامة. الله على الصناعة، الظهير الأول الظهير الأيسر في الشوط الأول والظهير الأيمن في الشوط الثاني. يا الله يا فارس الشمال، الهدف الثالث في رحلة البحث عن الثلاث نقاط في هذه المباراة. أول ثلاث نقاط يقترب منها الطائي، أول ثلاث نقاط يقترب من تحصيلها الفريق الطائي. هدف جميل جدا ورائع جدا للبرازيلي وسط عدم تغطية من دفاعات الاتفاق، يسجل الهدف الثالث. حلوة المباراة، جميلة جدا هذه المباراة، رائعة بأحداثها، رائعة بحضورها، رائعة بجمهورها. واحدة من المباريات المهمة في هذا الموسم. الله على الجمهور، الله على التفاعل، الله على الأهازيج الرائعة والتفاعل الكبير الذي يأتي من جماهير الطائي. هل فيها شيء؟ انتظار حكم المباراة مشاورة مع البار. ابتسامة جميلة بينه وبين نعيم سليتي، نعيم واحد من الأسماء المهمة، صاحب أخلاق عالية جدا. حكم المباراة يطلب من أسامة الخلف هل كان فيها شيء؟ هل كان فيها تسلل؟ اللقطة الماضية على عبد الله يلعب الكرة واصلة من جديد عند نعيم سليتي، تقطع كرة في الوسط إلى حامد فلاته. حامد يلعب كرة إلى موسونا، موسونا نقل الكرة ممتازة عند أمير سعيود، سعيود موسونا.